مع الحدث. أحلى إذاعة مزاج أف أم. الكاتب الأردني أحمد حسن الزعبي كتب مقال بعنوان غيمة حزن وجرس ومحضر. في مكتبه غيمة حزن وجرس ومحضر. في مكتبه ما زال الشهود يخفون على الورق، وبعض التهم البسيطة مربوطة بخيط العدالة الأخضر. في مكتبه يغتسل الحق بماء القسم. في مكتبه يتساوى الجبروت بورقة التوت، ويتساوى أبكم الصواب مع بليغ الكلم. ثوب العدالة الأسود مركون على كرسيه منذ غدرة، حزين كاظم الغيظ عابس، وفنجان قهوته لم ينقص سوى رشفة واحدة. يا لهذا الفنجان المشروب، أوله في عمان وآخره في نابلس. على الطاولة تقرير طبي وشريط علاج ووصل أمانة وغرامة، وقرب الفنجان ملف أصفر كتب على طرفه موعد الجلسة القادم 21/3، ثم غير التاريخ فوقها وكتب بل 22/3، فلا جلوس يوم الكرامة. في مكتبه ارتدت روحه روب العدالة، ضغطت على جرس الإحضار لحظات، وسمع صوت أقدام خفيفة كقدمي طير. فتحت يد القاضي زعيتر الملف الموجود أمامها، ثم سأل القاضي المتهم: هويتك لو سمحت. المتهم: ضيع سيدي. رائد زعيتر: إثبات شخصية ثاني. المتهم: ما عندي سيدي. القاضي للكاتبة: سجل عندك، لا يوجد إثبات شخصية. رائد زعيتر: شو اسمك؟ المتهم: الضمير الوطني. رائد زعيتر: بدي اسمك الرباعي. المتهم: الضمير الحي الصادق الوطني. رائد زعيتر: اسم الأم. المتهم: كرامة. رائد زعيتر: ناديناك اليوم لأن الوطن مشتكي عليك. المتهم: أنا كمان بدي أشتكي عليه. القاضي: رائد زعيتر ليش؟ المتهم: من يوم ما تجوز المصلحة وترك أمي الكرامة، أنا ضعت وإخوتي ضاعوا. القاضي للكاتبة: سجل عندك، تفكك أسري. من إخوتك؟ المتهم: أخوي الكبير الشعب، وأخوي الثاني الموقف، وأختي العروبة. القاضي: أنا هيك ما بعرف، قدامي قضية ولازم نحقق فيها، هل أنت مذنب؟ المتهم: مذنب سيدي. القاضي: بس هيك بتنسجن. المتهم: يوه، من 100 سنة مسجون، وأنتوا بتعرفوا إني مسجون. عن إذنك راجع للحبس. القاضي: رائد زعيتر اكتب عندك، ترفع الجلسة حتى إهدار آخر.